الحلقة الرابعة عشرة من تفسير جزء عامة والحلقة الثانية بسورة عبسة. كيف ظهر أثر سورة عبسة في معاملة النبي مع كل من الضعفاء والخاشعين في عصره؟ أولا مع ابن أم مكتوم. أول حاجة كان النبي إذا رآه بسط له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول هل لك من حاجة. واستخلف النبي عبد الله بن أم مكتوم مرتين في غزوتين على المدينة، وجعله مؤذن الفجر مع بلال، رغم أنه رجل أعمى، ولكن ده من تقديم الخاشعين لأنهم سبب النصر. طيب مولاه زيد بن حارثة ده رجل ضعيف ولكن من الخاشعين، عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية، وأخاه مع عميه حمزة، وجعله الأمير الأول في غزوة مؤتة، يليه جعفر بن أبي طالب قريبه، ويليه عبد الله بن رواحة الأنصاري. على 3000 من المهاجرين كان فيهم خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم شيعهم بنفسه. طب بلال بن رباح كان من الخاشعين، ولكنه كان فقيرا ليس له بلد، وكان عبدا أعتقه أبو بكر. عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعله أخا لخالد بن رويح الخثعمي، وده من كبار العرب، وجعله المؤذن له. طيب عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمان وهو رجل خاشع منكسر بلند تعالى رغم فقره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن أهل البيت. طب عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جليبيب وده رجل من الموالي، وكان أسود وكان أفطس وكان قصير ومنظره ليس فيه جمال، جوزوا امرأة من الأنصار من جميلات الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات دور عليه بعد في المعركة لحد ما لقى بنفسه، ثم قال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا من، هذا مني وأنا من، ثم وضعه على ساعدي، ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. طب عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد، وده كان من الخاشعين ولكنه كان من الفقراء، كان آخر عمل أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم يضم أبو بكر وعمر وزيراه وصاحباه، وهو سنه إيه 18 سنة، وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه، ومن أسبق القريش ومن أسبق الناس في قريش الإسلام، وتململ الناس من ذلك من إمارة أسامة. قال ابن عمر بعث رسول الله بعثا فأمر أسامة فطعن الناس، فقال النبي إن تطعنوا على إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي. وكان أول عمل لأبي بكر أنه طلع بعث أسامة ووصله برجليه، وقال والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، واستأذنه أن يخلي عمر بن الخطاب مستشارا له. طيب كيف ظهر أثر سورة عبسة في عصر الصحابة؟ دفع ده النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاته. طب عهد الصحابة، في عهد الصحابة ولي ابن أم مكتوم الراية في القادسية، وكان بيطلع يحفز المسلمين، ولا عمار بن ياسر وده من الخاشعين الفقراء ليس له قبيلة، أرسله ليحاسب خالد بن الوليد القائد المظفر صاحب النسب العريق، وكان يقول عن أبي بكر عمر بن الخطاب هو سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال، ويقف بباب سهيل بن عمرو كبير أكابر قريش وأبو سفيان وجماعة من كبراء قريش، فيأذن قبلهم لصهيب وبلال، وبعدين يخرج يقول لهم إيه، لم أرك أيها القوم إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، فدعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم. ويفرض عمر لأسامة أكتر من ابنه، فابن عمر يعترض فيقول طب سويني بيه، فقال عمر كان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فأثرت حب رسول وكان
أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، فأثرت حب النبي صلى الله عليه وسلم على حبي. وبعد كده أكثر الناس خدمة للدين كان هم الخاشعون الضعفاء. ابن عباس لا يذكر إلا ومعه عكرمة وده مولاه، وابن عمر لا يذكر إلا ومعه مولاه نافع، وأنس ابن مالك إلا يذكر ومعه ابن سيرين، وأبو هريرة لا يذكر إلا ومعه عبد الرحمن بن هرمز، وكان الحسن البصري من الضعفاء الخاشعين وهم اللي حملوا الدين. وفي مصر اللي مسك الفتي يزيد ابن أبي حبيب وكان مولى أسود من دنقلة. طب ما الدليل بقى على الجزء الثاني اللي هو وجوب ستر عورات أهل العلم والخاشعين وحرمة إيذائهم؟ مهما كان بدان ده خاشع لا يجوز انك ويحرم، لازم تعديله، لازم تتجاوز عن سيئاته. ايه القصة؟ الدليل، الدليل ان الرسول قشر في وش عبد الله بن مكتوم وهو مخطئ فربنا عاتبه، يبقى بدان خاشعي وتجاوز عنه. تاني حاجة، من طعن في العلماء فقد اعلن الحرب على الله، ومن طعن في الخاشعين العلماء الخاشعين، ولا يوجد خاشعين الا اذا كان على علم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وقال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال الشافعي إن لم يكن الفقهاء أولياء فليس لله ولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها فيزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والغيبة مع العلماء ذنبين، ذنب الصد عن سبيل الله، والغيبة في الدعاء ذنبين، ذنب الصد عن سبيل الله زائد انه ذنب غيبة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة، فما بالنا بالدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله في الارض اهلون واهلين، واهل القرآن هم اهل الله وخصته، فازاي انت تطعن في اهل الله وخصته؟ إياك والعداء مع أهل الإيمان دايما، هم يعادوا أنت ما تعديش حد، ابعد عن حرب ربنا. ومن أطلق، وقال أيضا بعض العلماء من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقال ابن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال طاهر الجزائري أعدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. طيب نبدأ بقى في الجزء الثاني من الصورة، كيف نربي جيلا من الخاشعين لأن تنتصر الأمة. أولا تدبر القرآن، فكك من الحفظ بس، لازم التدبر قبل الحفظ. فمن شاء ذكره، يعني من أراد أن يكون من الخاشعين فليذكر الله تعالى وهو يقرأ القرآن. مش يقرأ القرآن مش مشكلة، بيقولي لا، يذكر الله يعني يتدبر الآيات، فيذكر معاني الآيات وهو يقرأ القرآن في صحف مكرمة. هيذكر ربنا وبيقرأ إيه؟ صحف مكرمة، أي هذا القرآن مكتوب في صحف الملائكة وهي صحف شريفة رفيعة القدر مرفوعة مطهرة، هي في مكان عال وقدر رفيع لأنها بأيدي الملائكة، لذا فإن الدنس لا يقربها، بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الصحف التي فيها القرآن لا يلمسها إلا أفضل الملائكة، فالملائكة عن صفيهم ونطلع أفضلهم ونردل السفرة، والسفرة عن أفضل السفرة هم الكرام، وأفضل الكرام هم البررة. السفير الكريم البار ده هو الوحيد اللي مسموح له يمسك آيات القرآن. طيب الوسيلة الثانية، استحضار أدلة البعث والنشور الثلاثة، خلق الإنسان، إنبات النبات، خلق الكون. خلق الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، دعاء على جنس الإنسان المستغني المتكبر الذي لا يتعلم، وهي من أشنع الدعوات اللي هو القتل. قال الضحاك عن ابن عباس قتل الإنسان أي لعن، ما أكفره تعجب من شدة كفره، من أي شيء خلقه، استفهام على سبيل التقرير، يعني كيف لا يخاف من من الآخرة وهو قد خلق من المني. فربنا بيفكره أنه خلق من نطفة
قذرة، فهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال. من نطفة خلقه فقدره، بيّن الله أن أصل الإنسان ماء قليل وهو أصل هذا التناسل البشري، وقدره أطوار في الخلق حتى صار جنينا في بطن أمه، خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قدره أطوار وقدر له ما يصلحه ويفسده، هو شقي أم سعيد. ثم السبيل يسره، ثم بعد خلقه يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، وده إعجاز علمي هائل. من أخبر الجنين أن تلك اللحظة هي لحظة الخروج؟ ما تعرفش. فلحد الوقت يعجز العلم عن معرفة سبب أن الجنين بينزل برأسه إلى بطن المرأة. ثم السبيل يسره، هو السبيل للجنة والسعادة وعلمه إياه، وسبيل النار وعلمه إياه، زي قوله تعالى وهديناه النجدين. ثم السبيل ده نوعين، سبيل الخروج من بطن الأم وسبيل الجنة والنار، سبيل الهداية وسبيل الشر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قل قولي هذا واستغفر.